سلام القدس عليكم وإليكم أحبائي وأعزائي متابعي هذه الحلقة الجديدة من لقائنا منتدى سيف القدس في إطار برنامج 60 دقيقة. هذه الحلقة طبعا يعني أنا رح أحاول أعمل مقاربة فيها من زاوية مش مرتبطة بالعناوين الفرعية اللي بدها تجي بقلب القراءة، لأنه طبعا عندنا مجموعة من الأحداث اللي فارضة عناوينها، أهمها زيارة وزير خارجية الإمارات إلى سوريا والإطار اللي تمت فيه والنتائج والمترتبات التي ستنتج عنه، كيف نقرأ وكيف نأخذ موقف منه. عندنا كلمة سماحة السيد اللي اجت يعني أول إطلالة بعد تطور العلاقات مع السعودية باتجاه مزيد من التدهور والتصعيد، وبالتالي شو السقف اللي رسمته والإطار. طبعا حكى على الجوانب اللي لها علاقة بالصراع مع إسرائيل وموضوع يعني القلق، هلا عكل حال حنحكي بكل هول بسياقون. وفي عنا تطورات الحرب في اليمن، يعني اللي صارت اليوم هي الحدث الأول الذي يرسم إيقاع السياسي. خليني يعني أقدم مقاربتي من الزاوية. المايكات لسه مفتوحة. أي راح أسكرها. المايكات لسه مفتوحة. تم. فإذا المقاربة اللي أنا يعني شايفها لتطور الأحداث أنه المعارك الكبرى اللي بترسم الأطر الاستراتيجية لحركة الصراع، مثل ما سبق وحكينا يعني، ومثل ما حكي سماحة السيد على كل حال، أنه في سياق اسمه تراجع أمريكي استراتيجي، وهذا السياق مرسوم بوضوح بحدث واقعي غير قابل للتأويل، هو الانسحاب من أفغانستان، في معه تأقلم مع وقائع يمكن أن يؤدي عدم التأقلم معها إلى الانزلاق نحو حرب، مثل ما صار بسفن كسر الحصار. لما بتنحط أمريكا بين خيار الذهاب إلى التصعيد وبين التأقلم، لا بتختار التأقلم لأنه ينسجم مع خيار التراجع الاستراتيجي. محل ما بتقدر ضل عم تصعد لتخلق وقائع تسمح بتعزيز شروط الانسحاب اللي هي عم تفاوض عليها، عم تحاول تفرض دفتر شروط لها، أكيد لا تتردد لا هي ولا بتغطية تصعيد حلفائها. لكن هاي وجهة اسمها التراجع الاستراتيجي، بتختبره تفرض عليه أن ينصرف ويتسيل هذا التراجع الاستراتيجي بتراجعات تكتيكية، قد ما أنت عندك شجاعة الإقدام وموارد خوض اللحظة الأولى من المواجهة. إذا هو متوفرين الأمريكي سيتراجع حكما وبلا تردد، بسوريا بالعراق بلبنان بالتفاصيل، بقضايا كبرى بقضايا صغرى، لأنه ليس بوارد الذهاب إلى تصعيد يمكن أن يؤدي إلى الانزلاق إلى مواجهة، هذا قطعي نهائي غير قابل للمراجعة. وبناء عليه بدنا نحطه يعني عامل ركن من أركان رسم الصورة حتى ما نتوه بلحظة نحن عم نقرأ مشكل بعين الرماني يطلع معنا أنه في حرب قادمة. يعني العامل الثاني، الركن الثاني، هو القلق الوجودي الإسرائيلي، هذا ما عاد أيضا قابل للنقاش. الإسرائيلي عم يضرب بسوريا، الإسرائيلي في ناس بيبنوا عليها أوهام، بالموضوع اللبناني بتطلع نظريات وتحليلات أنه إذا صار تصعيد واشتباك الإسرائيلي وراء الباب يهيئ لضربه. بدنا نشيل من بالنا أيضا عامل تاني، الإسرائيلي ليس في جهوزية القدرة على اتخاذ قرار حرب. إذا برزت لديه متغيرات تتصل بمعالجة مشاكله، يعني مش أنه والله هو ينتظر تصيد فرصة الحرب، عنده مشاكل جذرية أدت إلى سحب خيار الحرب عن الطاولة. هذه المشاكل جزء أساسي منها له علاقة بعدم امتلاك استراتيجية خروج من الحرب. عم نبلش من الآخر، أنه عندما تندلع الحرب أنت بتكون حاطط خطة بتقول ماذا لو فشلت هذه الخطة واحتجنا إلى إيقاف الحرب. قال بدنا نسحق حزب الله، ما قدرنا نسحق حزب الله. قال بدنا نوصل للليطاني، ما قدرنا نوصل للليطاني. ما هي استراتيجية الخروج؟ ما عاد عنده إمكانية المخاطرة التي ارتكبها في حرب تموز اللي اسمها دخول الحرب من دون استراتيجية خروج. وهو وسماحة السيد اللي بيتابع وبيلاحظ رسم معادلاته مع الإسرائيلي عطول بيضرب على هالعصب، بمعنى أنكم تستطيعون أن تبدأوا الحرب لكن لا تراهنوا أنكم قادرون على التحكم بنهايتها، نحن من سيكتب نهاية الحرب. وأدخل على هذا طبعا عامل تاني،
أهم من الصواريخ الدقيقة اللي هو عامل الجغرافيا، موضوع الجليل، عملية الجليل، إنه المقاومة جاهزة، هذا موضوع مع والإسرائيلي بيعرف إنه جاهزة، والإسرائيلي متأكد إنه جاهزة وإنه قادرة، وأنه عندما تندلع الحرب هذه المرة المبادرة على جبهة العمل البري ستكون بيد المقاومة وليس بيد كيان الاحتلال. طيب إذن هو بده يعالج واحد موضوع استراتيجية الخروج، بده يعالج اثنين موضوع الجليل، بده يعالج ثلاثة موضوع القبة الحديدية، بده يعالج أربعة موضوع الصواريخ الدقيقة، وبده يعالج خمسة قبل كل هول موضوع الروح، لأن إسرائيل الآن مصابة في روحها، بمعنى أنه تراكم الهزائم مع تراكم الانتصارات على الضفة المقابلة خلق حالة من الإحباط في قيادات ونخب وجمهور الكيان، يجعل التفكير بالحرب مخاطرة، ويجعل البنية الشعبية النفسية العسكرية عندما تذهب إلى القتال تذهب بروح انهزامية مكسورة، خاصة عندما يكون على الضفة المقابلة جسم المقاومة. هذا شهدناه في حروب غزة وشهدناه في المواجهة مع حزب الله. وبالتالي هاي القواعد، مثل ما الأمريكي الركن الأول من قراءتنا لمعادلة المنطقة تقام وتؤسس على فهم أنه في دائرة التراجع الاستراتيجي، الركن الثاني أن إسرائيل في دائرة القلق الاستراتيجي، وهذا القلق الاستراتيجي يرتب أنه هاي أمريكا وهاي إسرائيل، إذا أمريكا وإسرائيل مش قادرين ياخذوا قرار المبادرة إلى الحرب معناتها ما في حرب بالمنطقة، إلا لما محور المقاومة بيصير جاهز لها، وكلنا بنعرف أنه محور المقاومة توقيته الآن ليس توقيت الذهاب إلى الحرب، إلا إذا امتلك سببا مشروعا يتصل بحالة دفاعية، حالة مثل القضايا الاقتصادية، مثل مثلا سفن كسر الحصار لما قرر يجيبها، إذا قرر الأمريكي والإسرائيلي التصدي لها بيكون جاهز للحرب ومثلها. وبالتالي قانون الحركة الذي يحكم العلاقة بين جسم المقاومة بكل امتداداته وبين الجسم الأمريكي الإسرائيلي اسمه فرضية أمريكية إسرائيلية، تقول إن المقاومة تتربص بنا وتريد استدراجنا إلى حرب، علينا أن نتفاداها، هاي قانون الحركة. فخلي نحط هذا ببالنا وبناء عليه نقرأ الباقي لحتى تضل رؤيتنا. بتصير العمليات بسوريا شو إلى وظيفة؟ إلى وظيفة إنه التركي عم يحشد، الجيش السوري عم يحشد، إذا فينا نجمد جزء من الحشود السورية تحت عنوان القلق من التصعيد الإسرائيلي بنضرب لنا كم غارة أملا بتجميد هذه الحشود. إذا بنقدر نخلي بحسابات كلفة النقل وكلفة التخزين مبنية على طول على فرضية التعرض للغارات الإسرائيلية، فهذا ببطئ، هذا بيفرض حذر، هذا بيفرض حسابات، هذا بيفرض تخفي، بيقلل إمكانية تدفق الموارد، بالتالي هذا مكسب بحد ذاته حتى لو لم يتم إتلاف أي من المواد التي يتم نقلها إلى لبنان. يعني إذا أنت معرض للضرب بخط النقل وهذا عم يفرض عليك إجراءات احترازية سواء بالمواقيت أو بالكميات أو بالشروط أو بالظروف أو بالتخزين أو بهذا، هذا لحاله بالنسبة لإسرائيل بدل ما يصير عندك كل يوم عم تضيف 200-300 صاروخ دقيق أو 10 أو 5 أو اللي هني، هو عم بيخليك تنزل بالنسبة إلى رقمين آخر، نصٌ ربعٌ تلتٌ، وبالتالي هذا بذاته بالظروف والإمكانات والمعطيات المتوافرة هو ما يمكن تحقيقه. ومحل ما هي رسالة سياسية بتوصل الرسالة السياسية سواء للجماعات الإرهابية بلستم وحدكم، أو لروسيا بأنه نحن لن ننسى الوجود الإيراني ووجود حزب الله في سوريا وسيبقى هدفا قائما ما استطعنا أن نقول ذلك. وبنتذكر نحن بفترة ما بعد 2000 مصطلح العمليات التذكيرية استعمله سماحة السيد بمزارع شبعة، أنه نحن لنقول للإسرائيلي إن الخط الأزرق لا يعني بالنسبة لنا تسليما بالتخلي عن مزارع شبعة. وهذا يعني المقاومة، الجيوش، الدول تعتمد هذا النوع من العمليات التذكيرية لما بيكون في ربط نزاع، فهذا كمان ما نبالغ بقراءته ونبني عليه ونأسس عليه. وهذا طيب بقلب هالمشهد شو اللي عم بصير عندنا؟ إذن هذا الحراك اللي عم بصير بالمنطقة، اللي عم نقول الضغط السعودي على لبنان، الانفتاح الإماراتي على سوريا، هاو عم بحكي أحداث وقعت يعني، والمشهد المتسارع في حرب اليمن.
وفي شيء أكيد صار، وهون عم بحكي معلومة مش عم بحكي تحليل، قمة الجزائر في آذار وقمة العربية في آذار ستكون هي قمة حصاد المحاور. يعني أولاً بات محسوماً، خليني أقول بنسبة أكثر من 90%، أن الرئيس بشار الأسد سيحضر هذه القمة، وبالتالي في يعني حراك للملمة كل بقايا القطيعة مع سوريا بالتتابع وحسب ظروف الحكومات العربية للانفتاح على سوريا، رح نشوفه بمسلسل يتوج بالجزائر، وفي ناس ممكن ما تجي لكن بالجزائر بتكون جزء، وفي ناس ممكن بالجزائر تتحفظ مثل قطر مثلا، حسب لنشوف وين بتصير، بتكون صارت المسألة التركية السورية بتاريخها، يعني لأنه كمان من هون لوقتها بعد فيه زمن يمكن أن تحدث فيه الكثير من المتغيرات والكثير من التحولات والمفاجآت. لكن خلينا نحط قدامنا، يعني أنا هاي الطريقة اللي بدي أحاول أقرأ فيها، أنه نحن قدام تراجع أمريكي، قلق إسرائيلي، بيعملوا ما في حرب كبرى، مقابل عندنا موعد اسمه آذار 2022 قمة الجزائر اللي بات شبه محسوم أنه سوريا ستكون حاضرا فيها، إذا ما قلنا محسوم. من هون لوقتها شو اللي عم بصير؟ عندنا واحد أنتج السعودي ربط نزاع حول لبنان، أنا أعتقد أنه سيبقى إلى القمة، مشكل مفتوح من هون لوقتها، هذا بند من بنود أي ترتيب للطاولة الإقليمية اسمه ترتيب العلاقة السعودية اللبنانية، هذا مطلب بده يشتغل الأمريكي عليه ويحاول يقبض حقه من لبنان، يعني من المقاومة في لبنان، بده يشتغلوا عليه مع سوريا، بده يشتغلوا عليه، يعني في ملف اسمه بده يحاولوا يقايضوا مع سوريا، انه ترجع سوريا تاخذ دور بلبنان، تكون هي الشريك للسعودية في إعادة ترتيب المشهد السياسي اللبناني كما كان الحال بعد اتفاق الطائف. طيب وقتها ما كان عنده رفيق الحريري نواب، ما كان عنده كتلة نيابية سعودية بالبرلمان، وانتخابات 92 اللي تمت، رجعوا تذكروا، تمت على قاعدة كرت أبيض لسوريا في إدارة العملية الانتخابية من الأمريكيين ومن السعوديين. ليش؟ لأنه بالسياسي بيعرفوا ما لهم قيمة النواب، ما النواب اللي كانوا بمجلس 72 واللي يعني أقروا اتفاق الطائف هني نواب المجلس الذي ليس لسوريا فيه إلا يعني أصدقاء 2 أو 3 بالكثير، والباقي كلهم في المعسكر الآخر، وهن اللي أقروا إسقاط 17 أيار بناء على طلب سوريا رغم الإصرار الأمريكي والسعودي آنذاك على اتفاق 17 أيار، لأنه اللي مش عارف أنه السعودي الملك فهد لو ما كان أميراً ووليًا للعهد هو اللي بالمغرب قال له للرئيس أمين جمير روح ونحن معك، وكاد الرئيس حافظ الأسد ينسحب من تلك القمة على هذا الأساس. أمين جمير كتبها على كل حال بمذكراته أنه هو ما راح على المفاوضات إلا بغطاء القمة العربية وغطاء سعودي مباشر، وبكل لحظة كان يصير عنده مشاكل أنه الأمريكان ما عم بيردوا عليه كان يلجأ للسعودي والسعودي يقول له عندي، إلى أن بلش يقولوا له السعوديين الأمريكان ما عم بيردوا شوف شو بدك تعمل. وبالتالي إذا شو عندك بمجلس النواب مثل اللتا؟ طيب إذا كان السعودية جابت رفيق الحريري اللي صار يعني هو الركن الأول في النظام السياسي بقوة الحضور السوري فات على المعادلة السياسية وأخذ وتبوأ وتولى، وهي تعرف إذن أنه هول 15 سنة اللي كانت فيهم سوريا شريك في المعادلة اللبنانية كانت التفاصيل اللبنانية ما لها قيمة، ولما راحت تقرر تراهن وتستثمر على أن تبني لها قوة في لبنان تواجه سوريا وتواجه حزب الله، هاي النتيجة اللي فيها اليوم هي اللي عم تقول. وشو عم تقول؟ انه يأس من لبنان. شو يعني يأس؟ يعني مثل ما قال بايدن، لانه بدنا نقرا انه دائما في محاوله لدفعنا للقراءه بخلفيه ما يرغب الخصم، انه ايه بسبب حزب الله. اترك لي يا اخي بسبب مين؟ السعودي لما فات على لبنان بال 1559 لإخراج سوريا ولنزع سلاح حزب الله، ما كان فايت صديق لحزب الله وحزب الله انقلب عليه، ما معتبر هول أعداء، وشمر عن جنوده بال 2006 وقال مغامرين وسيلقون ثمن مغامرتهم، نص مباشر للملك السعودي، وتداعت التطورات بعد منها، قاطع سوريا
2008 عمل عملية 5 أيار لضرب المقاومة وجيش وسلح وجهز وخلق مناخ دولي خارجي وأسقط بيده، فات على الحرب على سوريا ليكسر سوريا. فهو ما في يقول أنه يعني حزب الله خدعني، هو بالأصل لما فات على كان بالأول معتبر لل 2005 التنسيق السعودي السوري تحت المظلة الأمريكية بالنسبة له للسعودي يمكن أن يحفظ المصالح، قرر ينقلب عليه هو والأمريكي وأنه بلا سوريا وفينا نخرج سوريا وفينا نتخلص من حزب الله الذي يقول اليوم أنه فشل. لما بيقول أنا يأست من لبنان، لما بيقول جماعتي اللي صرفت عليهم اللي هن بيسميهم يعني الحكومة ما قادرين يواجهوا حزب الله، فهو يعلن الفشل. مثل ما الأمريكي لما بيقول 20 سنة من الاستثمار بتريليون ونص تريليون بأفغانستان ما طلع لنا شيء، فشلنا ولو بقينا أكثر، والسعودي عم بيقول ليش عم تقولوا لي إباء، وإذا برجع 15 سنة تانية بصرف مثل ما كنت عم بصرف لن تتغير النتيجة، مثل ما قال بايدن ولو بينا 20 سنة تانية ما حتغير النتيجة بأفغانستان. فإذا السعودي عم يعلن الفشل، فشل لوين بده يروح؟ أنا رأيي أن السعودي الآن يرتب أوراقه مثل ما عمل ترامب على فكرة بموضوع التراجع عن العمل العسكري والانتقال إلى محل اسمه، أنه أنا بيدي ورقتين، ورقة شرعية بالعلاقات الدبلوماسية بما له من نفوذ في المؤسسات الدولية، ورقة المال أنه ماشي الحال، أنتوا ربحتوا بسوريا صحتين عقلكم، هذا النصر بسوريا كيف بدكم تصرفوه إذا ما فتوا على معادلة العلاقات مع المجتمع الغربي والعلاقات التجارية الطبيعية والعلاقات البنكية الطبيعية، لأن النظام المالي والنظام التجاري لا يزال على الأقل بتاريخه تحت السيطرة الأمريكية. السعودي عم يجي يقول أنا عندي اقتصاد كبير من عائدات النفط، أنا الدولة العربية الأولى في المال النقدي، عندي شركات عربية وإسلامية كثيرة على الأقل في 4 دول بالمنطقة، يعني بنسبة كبيرة من لبنان إلى سوريا إلى مصر إلى باكستان تعتمد، والأردن طبعا بنسبة كمان غير قليلة تعتمد على التدفقات المالية الآتية، إما من شركات تعمل في السعودية وإما من يد عاملة تعمل في السعودية. الآن هو يضع معادلة الدور السياسي مقابل هذا اللي كان محيده بسبب الراحة، مش لأنه مش منتبه له، بالـ 67 لما احتاجه استعمله، نحن بالـ 67 تحت عنوان المواجهة مع عبد الناصر فات السعودي بذات اللغة، قطع علاقات وسحب سفراء وتهديد بترحيل الرعاية وبوقف التدفقات المالية وإلا بتتركوا جمال عبد الناصر، هذا مش جديد. هو الآن ينتقل إلى هذا المربع، أي يريد أن يصنع دوره السياسي في المعادلة اللبنانية، لأنه اليمن رايح بالعراق ما قلعت، وهو يعلم يعني من آب 2003 لما قعد الملك عبد الله مع جورج بوش أنه معادلة العراق يوم اللي بيطلع الأمريكي من العراق، العراق في حضن المشروع السياسي الذي يمثله حلفاء إيران بقوة الجغرافيا السياسية، لأنه لما أمريكا ما بتعود موجودة بتبلش التموضعات، يعني بتبلش الجماعات اللي بتدور بالفلك الأمريكي بتبلش تفتح قنوات، مثل ما بلبنان اللي كانوا مع سوريا 90% منهم هن اللي صاروا ضد سوريا ومع أمريكا ومع السعودية، وبالعراق نفس الشيء، يعني اللي مع أمريكا بصيروا مع إيران وبصيروا مع سوريا، وأنه العراق وخصوصية العراق وبين حدوده مع سوريا وحدوده مع إيران وتمشاية الأمور تستدعي هيك. وبالتالي يعرف السعودي أن ما له الآن في العراق ليس له بعد الانسحاب الأمريكي من العراق، وإذا كان الانسحاب الأمريكي آتياً فإذا هو عم يبني على لا شيء، يعني قصر على ملح، لذلك لا يبنى عليه لا يعتد به. اليمن محسوم، سوريا واضحة صورتها، طيب أحسن شيء بيحلم فيه مع سوريا هو أن يبني علاقة من دولة لدولة، أما الرهان بالعودة إلى زمن أنه في جماعة بالسياسي بسوريا مثل عبد الحليم خدام وغيره، يعني من عاطيين هوامش من الرئيس الأسد لعلاقة خاصة مع السعودية ولحماية هوامش ودوائر من المصالح السعودية السياسية والاقتصادية ورعايتها بسوريا وخارج سوريا، هذا زمن خلاص ما عاد في إمكانية لأنه يرجع. وبالتالي لبنان اللي بيقولوا أنه لبنان شو بهمة للسعودية، هذا مزح هذا الحكي، يعني أنه بالآخر إذا بده يكون لك دور في اللعبة الإقليمية أرخص استثمار ليكون لك دور بالنسبة للقوى الكبرى بالمنطقة وبالعالم
هو لبنان لثلاث أسباب بسيطة، يعني مساحته صغيرة بس هو على المتوسط، بمساحته صغيرة بس هو على حدود فلسطين، بمساحته صغيرة هو منصة سوريا وشرفتها على المتوسط وفرصة الإطلالة على واقعها السياسي الداخلي. اللي واكبوا الستينات في السياسة وبيقروا مذكرات اللي عملوا انقلابات بسوريا بيعرفوا أنه يعني الانقلابات كانت تحضر في مقاهي شارع الحمراء، والسفارات كانت تتصل وتمول وتبعث، والإعلام كان يواكب بغرف عمليات ببيروت مش بمحل تاني. فبالتالي هذا لبنان، لا لبنان مش مزحة، وما في دولة فيها تتطلع ليكون إلى دور كبير بالمنطقة إذا مش موجودة بلبنان. وعم أقول أقل كلفة لأنه بلبنان بحكم التقسيم الطائفي أنت مش بحاجة لأنك تعمل مجهود لتلاقي جسر تواصل في اللغة، باللغة المذهبية، باللغة الطائفية. وطبعا من مفارقات لبنان اللي بتقول أنه اليوم ما في شيء راكب، أنه مرجعية القيادات السنية صارت فرنسا ومرجعية القيادات المسيحية صارت سعودية، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على مشهد يعني سريالي بيقول أنه مش هيك بقى تركب الأمور. اليوم جعجع وجميل مرجعهم السعودي، ومئاتي والحريري مرجعهم فرنسا. يعني طبيعيا لتبرم الماكينة السياسية المفروض يصير العكس، ليصير الخطاب له معنى، يعني ليصير فرنسا تتحدث عن حماية المسيحيين بلبنان، السعودية تتحدث عن دور السنة في لبنان. فإذا هاي مؤشر على أن الأمور بعد ما ركبت، وبالتالي هي نوع من ربط نزاع. سعودي سكر وحط المفتاح بجيبته، ما أنه مستعجل هلأ على شيء. وأي حدا بيتوهم أنه هلأ إذا بيحاول يعمل وساطات أو يقدم أثمان أو كذا هو بلا عائد، عم يعني هذا رأس مال مهدور بلا مردود. لذلك سمحت السيد هون بدي فوت على خطابه بالموضوع السعودي، لأنه بالمواضيع الأخرى إلنا كان واضحا في قراءة الركنين الأساسيين في صناعة مشهد المنطقة، التراجع الأمريكي والقلق الإسرائيلي. بالموضوع السعودي اللي عمله سمحت السيد على كل حال استعمل هو تعبير الصمود، أنه ما في شيء بينعمل، صمود، ممنوع التنازل عن السيادة، كل المطالب السعودية سكر الباب عليها، وبالتالي أنتوا عملتوا ربط نزاع ونحن عملنا ربط نزاع ولنشوف. طالما المنطقة حبلة بالتطورات وكل واحد مننا عنده حساباته، خلينا نشوف حسابات مين الأزبط. وإذا كانت اليمن هي بيضة القبان في هذه التطورات ماشي، نحن جاهزين ننطر اللي بيصير باليمن. لكن بكل المندرجات اللي قدمها سكر، سدد الفواتير، يعني كل الاتهامات السعودية أحبطها، كل الطلبات السعودية أقفل الباب عليها، وبالتالي أبطل مفعول القنبلة السعودية إذا صح التعبير، ورجع عمل مقابل ربط النزاع ربط نزاع، وخلينا ننطر الأيام وين بدها توصل. طيب من هون لقمة الجزائر، فإذا لبنان بده يضل ماشي على هذا التطور في ربط النزاع. الأمريكي اللي كان أصلاً هو صاحب نظرية إسقاط لبنان على رأس شعبه أملاً بأن يسقط على رأس حزب الله، هو نفسه لما وصلت المسألة إلى حد أنه ممكن هذا الشيء يؤدي إلى المواجهة المفتوحة، عمل التموضع اللي بيقول لا ما بدنا انهيار لبنان، ساعد بتركيب الحكومة وفات على موضوع الغاز والكهرباء عبر سوريا لا ينجز نوع من قواعد اشتباك من نوع آخر عن التي كانت قبل تاريخ سفن كسر الحصار. الآن الأمريكي رسم سقفاً لهذا التصعيد السعودي، وأنا بعتقد أنه نحن بمحل ربط النزاع، مقابل ربط النزاع رح ينام الموضوع. هلأ في حدا بيحب يتسلى فيه، بيعمل موفدين، بيجوا يجس نبض إذا في ضعف، إذا في نقطة معينة يمكن التسلل والنفاذ منها. في حدا بيحب يقدم أوراق اعتماد على ظهر الأزمة لا يكسب له قرشين برانية، هذا موضوع تاني، لكن هذا لن يغير في هذه الحقيقة. أي تصعيد سعودي إضافي سيخرق السقف الذي تريده أمريكا اللي اسمه الاستقرار، وبالتالي هذا إذا حدث من قبل السعوديين بيكون، وعلى كل حال واضح أنه الأمريكي منتبه لهذا الموضوع. الأمريكي يعني مبارح حكي بلينكين إذا حدا شافه بدون مبرر، فوت موضوع لبنان بس ليقول أنه نحن ندعم حكومة ميقاتي ونحاول الآن أن نؤمن لها الوقود، بمعنى للإشارة السياسية إلى أن
إسقاط الحكومة ممنوع، وأنه هذه الحكومة يجب أن تبقى. وطبعا هذا الكلام قال لمئاتي ولغير مئاتي، وأنا بعتقد اللي سمع كلام السفيرة الأمريكية في بيروت من واشنطن اللي حكيته أنه نحن ما بدنا نعمل وساطة علنية، لكن نحن باتصالات الكواليس نحاول أن نرسم آفاقا لضوابط تمنع التصعيد. وأنا بعتقد السقف الذي تريد أمريكا، لأنها مستفيدة من الخطوة السعودية، السقف الذي تريده هو منع التصعيد، يعني منع إسقاط الحكومة، منع تفجير الوضع الاقتصادي بمسألة الرعاية وعودة الرعاية وإيقاف التدفقات المالية وسواها. ليش مستفيدة أمريكا؟ لأنه أي تسوية بدها تتم، الثمن الذي سيتم وضعه على الطاولة بتقرره أمريكا مش حدا تاني. يعني بيكون الثمن معنوي للسعودية أنه حصلت على شيء، مادي لإسرائيل، ولكنه يريح أمريكا ومحدد. صار أنا صرت حاكي فيه عدة مرات، وهو انسحاب حزب الله من سوريا تحت شعار أن عاد حزب الله عن التدخل بالشؤون العربية. هذه النظرية السعودية أنه هو باليمن مش موجود وبالعراق مش موجود، فعم بحكي كجسم عسكري. فالمحل الوحيد اللي له معنى لما بتقول الخروج من الساحات العربية المقصود في سوريا، وفي سوريا هو مطلب إسرائيلي أمريكي، منه مزعج حدا تاني يعني غير الإسرائيليين والأمريكان. والأمريكان سبقوا حطوا بكفة الميزان مقابل هذا الوجود، وجودهم هني وما نفع. هلأ عم بيطبشوا الكفة بالعلاقات السعودية اللبنانية، إنه هل ترضون لقاء، وبكرة بيطبشوها بشي ثالث وشي رابع. هذا المسار. يمكن حتى السعودي في العلاقة مع سوريا يضغط باتجاه من هون لوقت قمة الجزائر ربط إعادة العلاقات بأنه طيب إذا سوريا لن تعيد النظر بخيارها مع إيران، يخي سلمنا. لأنه بالجولة الأولى من المفاوضات اللي صارت بال2013 برعاية روسية وفشلت، السعودي حط مقابيل أنه هو جاهز ماليا وسياسيا ووقف الحرب ووقف التمويل ووقف كل شيء، مقابل أنه سوريا تتموضع على صيغة جديدة في العلاقة مع إيران وبالتالي مع قوى المقاومة. وكان الجواب أنه هذا موضوع غير قابل للنقاش بالنسبة لسوريا. طيب الآن يا أخي نحن مسلمين بعلاقتكم بإيران، نحن مسلمين بأنه أنتم عضو قيادي بمحور المقاومة، تعالوا نحكي بمنطقة يتراجع منها حزب الله، بدل ما يكون موجود هون يكون موجود هون، بالمبدأ انسحابه الشامل من سوريا. هذا بيريحنا، هذا بيريح الوضع العربي. سيحاولون هذا لأنه هاي هي القضية التي لا تزال تأمل أمريكا أن تحقيقها يمكن أن يعطيها فرصة لانسحاب آمن من المنطقة، وبعدين من بعدها الطوفان. لكن هي وأمريكا موجودة على الأقل بتضيف الرأي العام الأمريكي والقيادة الإسرائيلية أنها أنجزت شيئا يبرر الانسحاب. لأن الخطة الأمريكية هي ترتيب الوضع جنوب سوريا من جهة، وترتيب الوضع على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة من جهة تانية. لذلك الأولوية الأمريكية هي نجاح بترسيم حدود يحقق من وجهة نظر الأمريكيين قدر من الازدهار الاقتصادي يشكل عائق أمام إمكانية الانزلاق إلى حرب. تعرف أمريكا أن إسرائيل هي المتضرر الأساسي منها. وعلى الجبهة السورية إنجاز عودة إلى فك الاشتباك بما يطمئن أيضا عناصر الأمن الإسرائيلي، ولا يعود هناك هذا التهديد المباشر الذي تخشى من أن يؤدي بأي لحظة الانزلاق إلى حرب إلى تطويره وتصعيده وتزخيمه وتحويله إلى قوة يمكن أن تكون شريكة فعلية فيما يسمى عملية الدخول إلى الجليد. وبالتالي نحن قدام حركة سعودية مبين وضعها، سقف الأمريكي مانع تصعيدها، لكنه يستثمر عليها ضمن إطار رؤيته لصيغة التشبيك التي يتطلع إليها كشبكة أمان تسبق انسحابه من المنطقة. من هون لآذار، فإذا نحن هذا الخط بدنا نتوقع أنه يستمر حاضرا، وسترمى في تزخيمه مجموعة أوراق قوة إضافية. زيارة وزير خارجية الإمارات إلى سوريا هي جزء من سياق التحضير وصولا إلى قمة الجزائر. طبعا الإمارات ما بتجي بلا أمريكا ولا بتجي بلا السعودية، لكن هذا لا يعني أنه الأمريكي الآن قراره انفتاح على سوريا. الآن عنده عدم ممانعة في ذهاب الإمارات، يعني الإماراتيين حكيوا مع الأمريكان. بالمرات السابقة كانوا يواجهوا برد فعل يعني عالي الوتيرة،
إياكم أن تفكروا في هذا. هذا يساوي يعني انتهاكا وتخريبا على كل سياساتنا، لن نسكت عنه ولن نسمح فيه. هل مرة أنه يعني أنتم هيك شايفين، أنتم مضطرين، أنتم يعني ما بتتأجل شوي بعد، فأنه لا نحن رأينا هلأ في مصلحة وكذا، أي بس نحن مش موافقين، لا تبنوا على كلامنا أنه نحن موافقين. فإذا في تراخي أمريكي لترك هذه الزيارة تتم باعتبارها واحدة، وهذه شكل من أشكال السياسات الأمريكية غير المباشرة. يعني أمريكا بتدفع بتترك حلفائها أحيانا يذهبوا باتجاهات لهم مصلحة فيها، وبتحاول ترسم لهم الضوابط لحتى ما يتجاوزوا السقوف التي تخدم سياساتها. مع السعوديين نفس الشيء، أنه نحن ما شايفين هلا مصلحة السعوديين برأينا بكير، لكن إذا أنتم شايفين ما في مشكلة. فإذا نحن بدائرة أنه في قراءة، وأنا بعتقد اللي وراء الإمارات بيكون البحرين، لأنه السعوديين بيبعتوا البحرين قصد مثل الإمارات المطبعين، يعني هن اللي بيروحوا ليقدروا ياخدوا مقابيل التطبيع تطبيع تاني، يعني أنه نحن طبعنا مع إسرائيل بس نحن طبعين مع سوريا، وبالتالي هذا بفيدهم بحفظ صورتهم، بغسل جزء من القذارة اللي لحقتهم بسبب التطبيع من خلال التمسح بالعلاقة مع سوريا. وبالتالي في تدحرج بده يتم بالعلاقات العربية، لأنا برأيي السعودي رح يترك حاله للآخر، يعني رح يدفش الآخرين يسبقوه. كلنا بنعرف أنه عمان علاقتها ممتازة مع سوريا، فإذا باقي هلأ بحرين والكويت، لأنه قطر أنا برأيي آخر الآخر، يعني قطر مش مربوطة بالسعودية، قطر مربوطة بالموقف التركي، وبالتالي يعني مسارها مختلف. من هون للجزائر شو رح نشوف؟ إذا رح نشوف مشهد القمة يستدعي ترتيب أوضاع ليبيا، شوف السودان، شو اللي بده يفسر ليش الصراع عم بيدور في هذه الساحات الآن بوتيرة عالية. يجب أن ينتبه أن صراع المحاور على المستوى العربي تحت سقف الخيمة الأمريكية مستعر على تجميع الأوراق على أبواب القمة. ليبيا في خانة من ستكون؟ شو هو الصراع بليبيا؟ الصراع بليبيا لا في إيران، اللي بيقولوا لك أنا بيضحكوني اللي بيقولوا ما دخلت إيران محل هي وحزب الله إلا ليكو اليمن وليكو العراق. طيب ليكو ليبيا يا أخي وليكو السودان، قلوا لي مين فيهم؟ وين حزب الله؟ وين إيران بليبيا والسودان؟ ما اللي عم يتقاتل بليبيا هو محور تركي قطري مقابل محور سعودي إماراتي فرنسي مصري، ومش قادرين يتفاهموا رغم مرجعية واحدة يمثلها الأمريكي للمحورين. والآن المعركة على أعلى الدرجات، السودان الانقلاب اللي يعني أنه بالآخر للي ما بيعرف بعض التفاصيل عن السودان، الإخوان المسلمين موجودين بالجيش مش برات الجيش، يعني القوة الأساسية لهم، وبالتالي الانقلاب انقلاب إخوان، والذهاب مع الإسرائيلي. طيب أنت قدام مشهد في إخوان بيتعاطى مع الإمارات وبيتعاطى مع إسرائيل، والأمريكي ماخذ منه موقف، يعني هاي الصورة السريالية بقلب المشهد السوداني مقابلة في أحزاب تاريخية غايبة عن الصورة كليا، ما مسمعنا صوت، ما عدا حكي بعد، في تنظيمات وتشكيلات المجتمع المدني هي اللي نازلة بالشارع ومدعومة من قطر. يعني مثل ما عم نحكي عن لبنان، أنه المرجعيات المسيحية عند السعودية والمرجعيات السنية عند فرنسا، هذا المشهد السوداني، هذا المشهد الليبي بيقولوا أنه نحن من هون لوقتها، من هون للقمة في الجزائر سنشهد الكثير من هذا التجاذب وهذا العراك على تحديد الأحجام وتحديد الأدوار وتحديد الأوزان. سقف طبعا هذا إذا قال شيء، بيقول أنه زمن المرجعية العربية المستقرة اللي كان الأمريكي يثق ويطمئن فيها إلى الموقع السعودي خلص. هذا إذا قال شيء، شو بيقول؟ ما في مرجعية. زمن مصر اللي كان خلص مع عبد الناصر أصلا، ورثته السعودية، وكانت مصر واحدة من أدوات سياسات السعودية طيلة عهد مبارك، الآن نحن أمام نهاية الحقبة السعودية. اللي هذا المشهد العربي يؤكد يعني بلا نقاش أنه
لما دول مثل قطر والإمارات بتصير هي اللاعبين يعني اللي عم يرسموا مستقبل ساحات سياسية عربية، فهذا يعني أنه السعودية فقدت قدرتها على أن تكون المرجع العربي الذي يستطيع. كان بالتليفون يعني الملك السعودي مع شنطة يرتب الأمور، الآن هذا الأمر ما عاد باليد، وبالتالي الساحات العربية كلها منفلتة، كلها مشتعلة، كلها مرتبكة، ويا محلة مش يا محلة، بالعكس سوريا واضح اتجاهها وين رايحة، يا محلة العراق قدام مشهد السودان وقدام مشهد ليبيا، وممكن العراق بالعكس يقدر يكتشف يعني طريق لإعادة ترتيب أموره قبل ما تكون الصور تبلورت بشكل واضح ومحدد في هذه الساحات. لذلك أنا أعتقد أنهم هم يدركون أنه بهذا الوضع العربي الدول اللي بينحسب لحساب يعني اللي فيها استقرار واللي فيها دولة واللي ممكن يكون إلى تأثير في السياسة، سوريا تتقدمها، مش بس ما عاد في إمكانية أو أنه في مصلحة بالتقارب مع سوريا، ما عاد في إمكانية للتجاهل، لأنه اليوم أنت شو بقي بالوضع العربي؟ يعني الحالة التي تمثلها سوريا كدولة متماسكة فاعلة مؤثرة بالملفات المحيطة بها مع جيران حساسة العلاقة معهم بطريقة تؤثر على كل سياسات المنطقة وربما توازناتها الكبرى، هاي سوريا مقابلة الساحات العربية الأخرى كلها تعبانة، وهذا فسوريا مهمة، الجزائر مهمة، العراق مهم، وهي ساحات هويتها واضحة. لما حكينا عن تونس اللي على الآن كمان بنص البير وما عارفة كيف تطلع منه، فأمام هذا المشهد هذه الدول سيتبلور لها من خلال القمة وزن وتأثير فاعل أمام التراجع الذي سيظهر أقوى بعدما تتبلور نتائج حرب اليمن على السعودية. نحن عم نحكي عن مؤتمر قمة بآذار، من هون لآذار يعني نحن بغضون الأسابيع القليلة صورة اليمن ستكون تبلورت، وبالتالي السعودية فايتة مثخنة الجراحات على هذه القمة، لا مصلحة لا لسوريا ولا للبنان ولا لحدا ولا حتى لإيران بتفاهمات نوعية كبرى مع السعودية قبل أن يتبلور الوضع باليمن، مثل ما كان لا مصلحة لحدا بتفاهمات مع أمريكا قبل انسحابها من أفغانستان. وللي كانوا يتساءلوا عن سبب الموقف الإيراني المتمهل المتريف، في 100 سبب، بس في سبب أساسي وجوهري غير موضوع كسب الوقت في تطوير الملف النووي، في سبب كان اليقين الإيراني بأنه الأمريكان قدام انسحاب إلزامي يا من العراق يا من أفغانستان، الاحتمالين وردين، ما فينا نحسم أيهما قبل، يجب أن نضغط ليكون العراق قبل، كان واضح هذا بالنسبة للإيرانيين، لكن إذا حدث من أفغانستان فهذا يجب أن نستثمر عليه وبسرعة بالتعاون مع الروس والصينيين وأن نجعله نقطة انطلاق لتثبيت التراجع الأمريكي الاستراتيجي بالمنطقة. وتولت المقاومة في لبنان تسييل ميزان الردع باستغلال أو استثمار أو التوظيف لأزمة المحروقات لنقل معادلة الردع إلى البحار وكسر أنف الأمريكي وهو يخرج من أفغانستان، لتقول إن المعادلة التي حكمت التراجع في أفغانستان هي قانون عام على الدور الأمريكي في المنطقة. بالتالي أمام أمريكا متراجعة هون، سعودية متراجعة هون، إسرائيل متراجعة هون، هذا هو الثلاثي على كل حال من أيام جمال عبد الناصر. يعني لما كان عبد الناصر يحكي عن تحالف الإمبريالية والصهيونية والرجعية كان هذا هو الثلاثي مش شيء تاني. وبالتالي للمرة الأولى، لأنه هذا كثير مهم ننتبه له، كان ممكن نحكي عن أنه الرجعية تتلقى الضربات فيما الصهيونية صامدة وقوية أو صاعدة، وفيما الإمبريالية في طور الهجوم، هذا ما بيعمل انتصار لأنه في ركنين قادرين يعوضوا الخلل. كان ممكن الصهيونية تكون بمأزق مثل ما صار بعد عام 2000، لكن الرجعية تكون بعدها تملك أوراق قوة ومتينة الإمكانات والمقدرات، والإمبريالية لا تزال قادرة على خوض الحروب، وصارت حرب أفغانستان وحرب العراق وحرب سوريا محاولة تغييرها ونقلها من ضفة إلى ضفة. ممكن الإمبريالية تكون بأزمة لكن الصهيونية والرجعية قادرين يعبوا الفراغات في الساحة الإقليمية، مثل مرحلة فيتنام مثلا ما بعد الهزيمة الأمريكية في فيتنام. الآن للمرة الأولى تاريخيا نحن نشهد مأزق وجودي
وتراجع استراتيجي، اثنينها مأزق وجودي وتراجع استراتيجي لأركان هذا الثلاثي. أمريكا بمأزق وجودي، ما معروف نظام الاقتصادي شو بصير فيه، ما معروف نظام السياسي شو بصير فيه، ما معروف وحدة كيانات المكونة شو بصير فيها، هذا اللي بيقصده بالمأزق الوجودي، ومعه تراجع استراتيجي. إسرائيل مأزق وجودي وتراجع استراتيجي. المأزق الوجودي بتبقى ولا ما بتبقى؟ لأنه المعركة صارت بأرض 48، القدس هي مشكلة وجودية بالنسبة لمستقبل الكيان. العجز عن خوض الحرب يفتح باب البحث الوجودي، لأن هذا الكيان قائم على التفوق في القدرة على خوض الحرب وأخذ قرار الحرب. ومأزق استراتيجي، يعني مأزق وجودي وتراجع استراتيجي. تراجع استراتيجي بائن بالفشل في الحروب اللي ما بدنا نرجع نعيدها، وآخرها حرب سيف القدس اللي قالت أنه بقدرات المقاومة الفلسطينية وحدها يمكن أن يكون كل الاقتصاد والمنشآت والعمق الحيوي لكيان الاحتلال في دائرة التهديد. طيب الرجعية، تراجع استراتيجي، أنا بعتقد أنه أي واحد بيقرأ شوي وبيطلع قدامه بقارن سعودية التسعينات بسعودية اليوم، ما بحاجة لكثير من التدقيق ليكتشف أن هناك تراجعاً استراتيجياً كبيراً بالعلاقة مع أمريكا. هي ليست كما كانت، لم تعد السعودية الولد المدلل بنفوذها في الساحة العربية، لم تعد السعودية تملك ما كانت تملكه بأزمتها باليمن، بفشلها في سوريا، وما فعلته في لبنان هو أبرز علامة على التراجع الاستراتيجي. لما بتضطر أنت مع لبنان الآن أنك تعمل اللي عم تعمله هلأ وتعتبره قضية القضايا وداير تبرم العالم أنت وشو شغلتك، عم تقنعهم وعم تقلبهم على لبنان، هذا بيدلل على هذا التراجع الاستراتيجي. لكن ما يجري في اليمن يفتح باب المأزق الوجودي، لأنه كل اللي بيعرفوا الجزيرة بيعرفوا التداخل بين الشعب اليمني وبين مكونات الجزيرة والتأثر والتأثير المتبادلين، وشو الحدود اللي ممكن يرسمها الانتصار اليمني في الوضع داخل السعودية، شو انعكاساته، شو ارتداداته. هذه المعركة، هذه الحرب المدمرة اللي استهلكت ثروات السعودية الكاش، تريليونات الدولارات التي أنفقت، واللي دمرت جيشها، واللي أنهت مهابتها وسمعتها، هذه حرب محمد بن سلمان. بيقدر يكمل بعد منها؟ شو مصير مشروعه لتولي العرش بعد هذه الهزيمة النكراء؟ طيب مين بعد إذا محمد بن سلمان بده يكمل؟ في أنا بعتقد توقع هو يحتاج مثل ما بيقول التاريخ، يعني إنه لما بيكون في صعود بعلامات يعني امتلاك مشروع قادر على التقدم بده يلجأ للبطش، يعني ما في يقدر يحمي البقاء بظل هزيمة بحجم اليمن إلا إذا بده يعمل حمام دم بالسعودية، وهذا ما بتعرف وين بيوصل. أو في بديل، البديل شو؟ قديش عنده مقومات الثبات والاستقرار ممكن تدخل السعودية ب يعني حالة من الاضطراب السياسي والتبدل في القيادات والتغير، وخلينا ما عم نستبق نحن، بس عم نقول في تأثير كبير لحرب اليمن على الاستقرار في السعودية، وبالتالي سيفتح الباب لمأزق وجودي. طيب إذا هذا الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي السعودي، يعني الإمبريالي الصهيوني الرجعي، يمر في مرحلة تراجع استراتيجي ومأزق وجودي، وأنت لا تملك القدرة على خوض الهجوم الاستراتيجي اللي له مقومات اقتصادية بعد ما اكتملت، عم بحكي صين وروسيا وعملة بديلة للدولار، هذا واحد. مقومات سياسية اللي هي نضج كيانات تشكل ميزان قوى وثقل في إنشاء جبهة دولية قادرة على ملء الفراغات في إدارة ملفات العالم والاستقرار فيه، بالإضافة إلى جهوزية الجبهات نفسها. نحن عندنا حالة أخرى اللي ممكن تتم، اللي هي أنه محور المقاومة كما أطلق ديناميكية تصعيد وتفعيل الحضور الروسي والصيني من خلال الإقناع بقوة المثال لمعادلة يمكن أن نهزم أمريكا، يمكن أن نلحق الأذى بالمشروع الأمريكي، يمكن أن نفرض عليه التراجع، يقدر يعمل قفزة تانية. القفزة الأولى مثلتها بشكل أساسي الحرب في سوريا، ممكن الآن يقدر يعمل قفزة تانية للقول أنه يمكن ملء الفراغ الذي
يتركه التراجع الأمريكي والمأزق الأمريكي. وبالتالي هاي القفز الثاني ما بدنا كمان نحلل كتير، بس أنا بقول شخصيا أن الامتحان العراقي والامتحان الأفغاني هما الأهم فيها. إذا نجحت إيران مع الصين ومع روسيا يعني وبخصوصية طالبان المعقدة أن تنشئ نموذجا لإدارة المعادلة الأفغانية، وإذا نجحت سوريا وإيران وروسيا بإنتاج صيغة لإدارة المعادلة العراقية، رح يكون عندنا نقلة مهمة جدا تشبه ما ترتب على الانتصار في سوريا. لأقول يبقى اليمن، لأنه اليمن يعني أولا ما كان على جدول الأعمال، يعني حتى الأمريكي ما كان على جدول أعماله. يعني سوريا هو حاول ينقل سوريا من محل لمحل، بس هو مش جديد عليه أنه في سوريا بهذا النهج بهذا الموقع بهذا الجغرافيا بهذا التأثير، هذا يعني مرشف عنده. هو سقف ما كان يتوقعه في اليمن من خلال المعلومات والتقارير والدراسات أنه الحوثيين هن مجموعة بصعدة همشوها بالحل السياسي اللي انعمل بعد الربيع العربي، وبالتالي بدأ يعني نصيب من الكعكة في السلطة. السعودي مش قادر يتحمل هالموضوع ومراهن أنه بالقوة العسكرية يستطيع أن يحسم، يلا لما لا. يعني الإسرائيلي داي خلقه من أنه هولي جماعة بفيقوا بناموا بيحلموا بفلسطين وعندهم كم صاروخ باليستي ورتوهن عن الجيش ممكن يهددوا فيهم أمن إيلات، فبالتالي منحط إيدنا بإيد السعودي ومنخلص عليهم. 6 سنوات وسبع سنوات ليست زمنا كافيا لهضم واستيعاب اللي هي سنوات الحرب حجم الحدث اليمني. هذا حدث أكبر بكثير من مدى السنوات اللي إنك أنت عم تحكي عن باب المندب، عم تحكي عن البحر الأحمر، عم تحكي عن دولة نفطية كبرى، لأنه الكل يجمع على أن اليمن تعوم على بحيرة نفط، عم تحكي عن دولة تملك صواريخ استراتيجية. وأنا حكيت هذا الكلام بدي أرجع عيده. قادة المقاومة الذين شاركوا من موقع تبادل الخبرات، مش من موقع أنه رايحين يعلموا اليمنيين، في ضباط من حماس ومن الجهاد بيجوا يخدموا بجبهات المقاومة في لبنان ليكتسبوا خبرات، وفي ضباط من المقاومة بلبنان بيروحوا بيخدموا على جبهات غزة، وفي ضباط يمنيين بيجوا على جبهات المقاومة، في ضباط من أفغانستان ومن باكستان من فاطميون ومن زينبيون. هاي التبادل متفق عليه بين قادة قوى المقاومة من أجل تبادل الخبرات اللي هو عامل حاسم ومهم، ومن أجل وحدة المشاعر يعني وخلق مزيد من متانة الأواصر. قادة المقاومة يقولون إن أكثر الساحات التي تعلمنا منها أكثر مما علمناها كانت اليمن. أنا مسؤول عن كلامي، هذا من كبار قادة المقاومة في لبنان، وإنه النموذج اليمني هو نموذج آسر، من يعني هو ساحر يجذبك بمستوى الجدية التي يتعامل فيها مع القضية، بمستوى الجدية والحماسة والشغف الذي يتعامل به المقاتلون مع فكرة الاستشهاد، بمستوى القدرة على تحمل فوق القدرة على التخيل، بمستوى انضباط وانتظام وتأدية للمسؤولية وثقة يقينية بالقيادة، لدرجة أنه أحد الكوادر القياديين في المقاومة في لبنان قال لي رجعنا نستحي من الطريقة اللي بنتعامل فيها وبيعاملنا فيها سماحة السيد، لما نشوف كيف الطريقة اللي بيحكوا فيها عن سماحة السيد عبد الملك الحوثي، وكيف الطريقة اللي بيتعاملوا فيها مع نصه، والطريقة اللي بيتعاملوا فيها مع التعليمات والتوجيهات. فبالتالي الحكي عن أنه اليمن صنيعة حزب الله، على كل حال سماحة السيد كفى ووفى يعني في الحديث عن هذا الجانب، لكن من المهم الإشارة إلى هذا الأمر. اليمن سيفاجئ فإذا بأنه أنت قدام فجأة، أنت قدام بلد 30 مليون، شو عم نلعب يعني؟ جو 30 مليون هذا بيبلع الخليج كله، مسلح بالصواريخ وبالطيارات المسيرة، بنية نظامية قادرة على الانفتاح السياسي، بدليل أنه إذا هول مجموعة شيعية متعصبة وهالقد قدروا يكونوا مقبولين بالبيئات السنية ويشبكوا معها ويعملوا تفاهمات في السياسة ومع القبائل ومع الأحزاب ومع هذا شيء مرعب. هذا بيدل على أنه أنت قدام جماعة سياسية ناضجة
بالنسبة لها خصوصيتها العقائدية لا تعبر ولا تعبر لتصبح مشروعا سياسيا، هي ما يخصها في خلق قناعاتها وتثبيتها ويقينيتها من خوض المعركة، لكن عندها خطاب سياسي. والإمام يرجع يقرأ شو صار ب 2014، كيف بشهرين، كيف بشهرين هالجماعة قدروا حسموا صنعاء لحالة، صنعاء قصة، صنعاء 4 ملايين نسمة، كل الحوثيين بيطلعوش 4 ملايين، صنعاء تحسم بساعات، ومن صنعاء بيهرب منصور هادي، فهمنا انه فاجأوه، راح قعد بعدن. المفروض هذا الرئيس ومعه الجيش ومعه ومعه ومعه، المفروض بالصفيرة بيجمع 50,000 جندي وبيجمع 500,000 بمهرجان بيخطب فيه وبينصب خط الجبهة وبيروح بيحشد على تعز ومدري وين ومأرب. تداعت الانهيارات أيام وراء بعضها، صاروا أنصار الله موجودين على باب المندب، وإذ هو بيهرب من عدن بدون ما يلاقي جندي يحمل بارودي قدامه، بدون ما يلاقي مواطن يحمل له صورة. هذا إذا دل على شيء دل على ما هيأه أنصار الله. أصلاً اللي بيقدر يعمل تفاهم مع علي عبد الله صالح لحاله هذا يعني علامة على كفاءة وأهلية سياسية عالية المستوى، ولما بينقلب علي عبد الله صالح ما يكون قادر يأثر على محور من محاور القتال، على بنية من مؤسسات الدولة المشتركة، هذا كمان دليل على حنكة وعلى خبرة وعلى براعة وعلى مهارة وعلى مؤهلات. لذلك نحن اليمن مش جغرافيا، رغم أنه مهم في الجغرافيا، مهم بالعدد السكان، مهم بالمقدرات، مهم بالخبرات، لكن نحن أمام تحول نوعي لأنه غير متوقع. هذا واحد من أسباب الأهمية، لا عند الأمريكي متوقع ولا عند السعودي متوقع ولا عند الإسرائيلي متوقع. يعني إذا أنت محل الإسرائيلي وبتطلع، لا سمح الله طبعا ما حدا مننا يكون محله، وبتطلع بالمشهد بتقول أنه أنا يمكن هذا أخطر من حزب الله. هذا التحول اليمني، أنا بطلع بالساحات اليمنية وأنا لبناني يا خيي، من مناصري مش من مناصري، من اللي عاتلين المقاومة كفكرة على ظهرهم من أول ما بلشوا الحياة على هالأرض، من أنا عمري 9 سنين و10 سنين. طلع بالساحات اللبنانية، أنا لما في قضية بتخص فلسطين، يوم القدس، أي مناسبة، وعد بلفور، اليمنيين يوم لا يحيي الفلسطينيون أيامهم يحييها اليمنيون، وبالملايين، وساحة وشوارع وهتافات وحناجر والطيران بالجو. طيب هذا مصدر مش رعب وذعر بالنسبة للإسرائيلي، هذا هو التحول النوعي التاريخي الذي يشكل ما يسمى عنصرا كاسرا للتوازن، لأنه غير متوقع. بالتالي هذا التحول مع هذه الإصابات الثلاث التاريخية الموجعة في الجبهة المقابلة في الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي السعودي، يجب أن تدفعنا إلى الاستعداد لأحداث كبرى جدا، هامة جدا، خطيرة جدا، سيكون عنوانها فلسطين، عاجلا أم آجلا. سلام القدس لكم وعليكم دائما وأبدا، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. دقائق مش دقائق، ثواني، وننتقل إلى قسم النقاش.